بس عارفين عشو بيحكي يا رب؟ عشو بيحكي يا رب؟ لا. احنا بنحكي عن مثلث حريق، يعني لازم عشان يصير عندنا نار لازم تكتب ثلاث شروط، اذا نقص شرط من الثلاث شروط ما بصير عندنا. اتفقنا؟ زي ما قال الطالب، في عندنا المادة قبل الاشتعال كنا زي الخشب زي الكراسي زي القماش، وفي عندنا الشراره هي كداحة، سيجارة، كبريت، أي مصدر حراري، حتى الشمس ممكن تكون هي مصدر حراري أو مصدر للإشتعال. زائد اللي هو أهم إشي اللي هو الهواء أو الأكسجين. تيجي بودرة، تيجي غاز، تيجي فوم، تيجي ماء، طبعاً كل صورة أطفاء لدون معين من الحرارة. عندنا البودرة هذه طبعاً تنفع لعدة أنواع، بس إحنا أفضل إنه كل نوع حريق له أسطوانة إطفاء معينة. إذا هذه المادة بعد سنة طبعاً تكون صلاحيتها في الإطفاء، طبعاً تصير على الفاضي ما بتطفي أو المادة بتجف وما بتقطع في حال إحنا ضغطنا عليها. طبعاً طريقة استعمالها طبعاً هذه احتمال يرجع عليه ويكتب. هي بتعطي ضغط قوي جدا جدا، هذا اسمه ترومب. طبعا فيها ضغط الماء وفيها ضغط البارات قديش تقدر تعطينا ضغط، وفي هي ساعة المي يعني قد ايه مثلا ظل معانا مي. طبعا انا الحين هذا بالنسبة للوضع، بالنسبة في دي اللي هو قالت الماء، اذا كانت الدنيا تمطر فبسكروا ابواب السيارات، بيكون في اشي انه عشان نفتح ابواب السيارات بالمطر، انه شو اسمه هذا بفتح باب السيارة. وانت بس تكون مسكر بتفتحش. ايوه على الشقة الثانية. I'm gonna make it.
قدم يسار، قدم عالبشر، خش عالبشر، بالإيد اليمين تكتب على قدام دغري، بالإيد اليسار وتجيب ورا، يعني إيد يمين قدم يسار، قدم اليمين ورا، بالإيد اليسار ورا. عادي هيك بمشي عادي، ما هي بمشي عادي. بس إيدي هيك بصير. بدي هيك بتفعل، بدي هيك بتفعل ها؟ مسافة. ضل أنا بيني وبينه شو؟ مسافة. أنا مش حاطط فيه ولا هو يحط فيه. Thank you.
كيف الهمة؟ ان شاء الله.